السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرتنا الأولى راح تكون تحت عنوان Number Systems. بهذه المحاضرة راح نتعرف على أهم أنواع الـ Numbering Systems اللي تحتاجوها بمستقبل دراستكم. النظام اللي نعرفه كنا واللي متعاملين وياه هو ما يسمى بالنظام العشري. النظام العشري اللي هو يتكون من الأرقام من 0 إلى 9، مجموع هاي الأرقام هي 10 أرقام. لهذا راح نتعرف على فد ميزة لكل نظام نسميها البيز مال النظام أو الرادكس مال النظام. فالبيز للنظام العشري هو 10 بعدد أرقامه اللي هي 0, 1, 2, 3, 4 إلى 9. بس نحب ننبه هنا أنه مكان الديجيت مهمة جدا. يعني شنو معناها؟ انه من اجي على ديجيت على رقم موجود بالاحد، القيمه مالته تختلف عن الاربعه اللي موجوده بالعشرات وعن الثلاثه اللي موجوده بالمئات. فهنا الاربعه قيمتها الفعليه 40، وهنا الثلاثه قيمتها الفعليه 300، اما الخمسه هنا بالاحد قيمتها 5 فقط. خلي اول شيء نحاول ان نربط ما بين الرقم الموجود بالنظام وما بين البيز مال النظام اللي احنا قلنا عليه 10 بالنظام الثنائي. فمثلا نجي الى رقم 345. هذا الرقم هو رقم عشري decimal number. فاذا نجي على انفصلة انجزء نشوف هو عبارة عن 5 زائد 40 زائد 300. اذا نجي على هاي الـ 300 ممكن نقول هي عبارة عن 3 في 100، والـ40 هي 4 في 10، والـ5 هي 5 في 1. طيب احنا نريد نربط بالعشرة اللي موجودة فوق، فنجي على هاي المية نقول هي المية هذه ممكن نكتبها 10 أس 2، والعشرة ممكن نكتبها 10 أس 1، والواحد هي عبارة عن 10 أس 0. تعرفون اي عدد الصفر هو 1. فاذا بالتالي قدرنا نعبر عن الرقم هذا بدلالة البيز مالته، فصار 3 في 10 أس 2 زائد 4 في 10 أس 1 زائد 5 في 10 أس 0، ما مجموعة 345. النظام الثاني المهم جدا بالنسبة للدراسة مالتكم هو نظام الباينري. الباينري من اسمه يعني ثنائي، ويحتوي هذا النظام على رقمين فقط، بتين فقط اللي هي 0 و1. وبالتالي البيز مالته ايش قد راح يساوي لي؟ يساوي 2 اللي هو بعدد الأرقام اللي موجودة به. طيب بس احنا نريد ندرس أيضا من نتعرف على الأرقام مال باينري، نريد نعرف شلون نقدر نحول من باينري إلى ديسيمال. تعرفون احنا نتحسس الأرقام اللي هي بالنظام العشري، نعرف التسعة والعشرين والخمسمية والألف ايش تعني. بس الـ 1001 بالنظام الباينري يراد نحوله إلى الديسيمال حتى نقدر نحس بالقيمة مالته. فلهذا راح نشوف لكل نظام شلون نقدر نحوله إلى النظام العشري، وبالعكس شلون نقدر نحول النظام العشري الى نظام باينري او الى رقم بالنظام الاوكتال and so on. فخلنا نجي اذا عندنا مثلا الرقم 1001 بالنظام الباينري، وهذه الاثنين تدلل على انه هذا الرقم هو بنظام البيز مالته 2 يعني بالنظام الباينري. فاني حتى احوله الى ما يكافئ بالنظام العشري راح اجي من البدايه، اول رقم على اليمين أضربه في البيز مالته الصفر، يعني أضرب أول رقم في 2 أس 0، ثاني رقم في 2 أس 1، ثالث رقم في 2 أس 2، وثالث رقم في 2 أس 3. فبالتالي راح أشوف أنه الرقم هذا هو 1 في 2 أس 3 زائد 0 في 2 أس 2 زائد 0 في 2 أس 1 زائد 1 في 2 أس 0. الصفر مضروب بأي كمية؟ يطلع 0 بالنتيجة. عندي حدين راح يساوي لي 0، بقى عندي الحد 2 أس 3 اللي هو 8، والحد الآخر 2 أس 0 اللي هو 1، 8 زائد 1 9. فإذا 1001 يكافئ 9. بنفس العملية إذا نجي على الرقم الثاني، المثال الثاني أيضا نبدأ من اليمين، في 2 أس 0، في 2 أس 1، في 2 أس 2، في 2 أس 3، في 2 أس 4، وبالنتيجة راح نجمعهم يطلع لي 24 اللي يقابل الـ يعني النظام العشري اللي يقابل نظام الباينري.
نجي إلى النوع الثالث اللي هو الأوكتال نمبر سيستم. الأوكتال من اسمه هو ثماني، وهنا الأرقام مالته تتراوح ما بين 0 إلى 7، يعني عندي 7 أرقام هنا فقط، اللي هو 0 والـ1 والـ2 والـ3 والـ4 والـ5 والـ6 والـ7. عندنا 8 أرقام من 0 إلى 7، وبالتالي كونها 8 أرقام فالبيز مال هذا النظام هو راح يكون مقداره 8. طيب هسه شلون نحول من نظام أوكتال إلى نظام عشري؟ خلنا نأخذ مثال هذا نظام أوكتال، الرقم مالته 345 والـ8 تعني أنه هذا الرقم هو بالنظام الأوكتال، فأجي على أول بت من اليمين أضربها في البيز مال النظام اللي هو 8 أس 0، فخمسة في 8 أس 0 زائدا 4 في 8 أس 1 زائدا 3 في 8 أس 2، النتيجة مال القيم هذه راح تكون 229، فإذا هذا الرقم يكافئ بالدسمال 229. نجي على النظام الرابع المهم والأخير اللي هو الهكسادسمال نمبر سيستم. هكسادسمال يعني 16، فهنا المفروض عندنا النظام مالته البيز مالته هو 16. طيب شن هاي الأرقام اللي هي 16 رقم؟ احنا عندنا من 0 إلى 9 هاي 10 أرقام، 0 1 2 3 إلى 9، زين هو 16 باقينا 6 أرقام، فنجي على الورا 9 يجينا A B C D E F وننتهي صار 9. فإذا هذه الأرقام مال الهكساديسيمال 16 رقم من 0 إلى 9 ومن A إلى F. طيب شلون نحول من النظام الهكسا إلى النظام العشري؟ نفس الشيء نجي نأخذ مثال، لو فرضنا أنه عندنا رقم A3 نظام هكساديسيمال، يعني هذا البيز مالته 16، أجعل أول رقم أضربه في البيز مالته اللي هو 16 أس 0، الأي أضربها في 16 أس 1، نجي من هنا احنا نجي على 3 16 أس 0 هي 1، 3 في 1، وهنا عندنا اي في 16 أس 1، 16 أس 1 هي 16، والاي ايش قد تقابل؟ نجي نشوف الاي شو تقابل، قابل رقم 10، فاذا هي 10 في 16 160 زائدا 3 يطلع 163، ما يكافئ بالنظام العشري. وهذا الجدول يعني مبسط للديسيمال نمبر وما يقابله بالهكساديسيمال نمبر. احنا نعرف هنا عندنا 16 رقم، فمن نريد نعبر عن الباينري ل 16 رقم اذا نختار 4 بتات للباينري 4 بت، ليش 4؟ لانه انا ما اقدر بثلاثة بت يعني امثل 16 رقم، الثلاثة بت الاحتمالات مالتها تنطيني 8، يعني 2 أس 3، 2 أس 3 هو عدد البتات، 2 أس 3 8، يعني بالثلاثة بت أقدر بس أعبر عن 8 أرقام. أما إذا اختاريت 4 بتات مثل ما هاي الحالة هنا 4 2 أس 4 16، فإذا أقدر أمثل 16 ديسيمال نمبر. طيب هسا الصفر بالديسيمال يقابله بالباينري 0000، بالأوكتال هو 0، بالهكسا هو 0. زين هسا خلنا نجي نشوف الواحد جدي يقابله بالباينري، راح نمشي على الباينري، هنا نزيد 1 كل مرة نزيد 1، 000 هذا الصفر، 0001 للواحد، 0010 الاثنين كل مرة نزيد 1، 11 للثلاثة، 100 الأربعة، 101 الخمسة السوام، إلى أن نوصل إلى 15 يكافئ بالباينري 1111. نجي على الأوكتال، الأوكتال نبدأ بالصفر يقابل صفر، الواحد نفسه 1 2 3، إلى أن نوصل للسبعة. زين بالديسيمال 8 عندنا رقم 8، بالأوكتال الأرقام انتهت بالسبعة، شي يجي ورا السبعة؟ لا عندنا 8 ولا عندنا 9، فنزيد الكاونتينج من 7 يطفر إلى 10، يعني احنا نجي نصفر الجهة اليمين ونزيد 1 على جهة اليسار، جهة اليسار للرقم 7 يعني 07، فالسبعة نصفرها ترجع 0، والصفر اللي على يسار السبعة نزيده 1 يصير 1، فصار عندنا رقم 10 11 12 13 14 15 16 17 17، ورا 17 نزيد الواحد
نسوي 2 يصير 2، والسبعة نصفرها من جديد ترجع إلى صفر يصير 20 أنساهم. أما بالهكسة فالواحد ديسيمال يقابله هنا ويكافئ صفر، الواحد واحد، والاثنين يقابله 2 إلى أن نوصل للتسعة يقابله 9. طيب العشرة بالديسيمال يقابله A، 11 B، 12 C أنسون إلى 15 F. فإذا هذه الأرقام الديسيمال من 0 إلى 15 وما يقابلها بالباينري والأوكتال والهكسا حتى نعرف يعني شنو اللي يقابل. هسا احنا بال يعني بالسلايدز اللي فاتت علينا اللي أخذناها شفنا الأنظمة الأربعة وعرفنا شلون نحول من كل نظام إلى النظام العشري إلى الديسيمال. فهذه أني بيز، نحول من أني بيز إلى الديسيمال، هاي أخذناها بالسلايدات السابقة. زين هسه إذا عندنا ديسيمال نريد نحوله إلى باينري، بالعكس إحنا عندنا نظام عشري نريد نحوله إلى باينري، من نحول من ديسيمال إلى أي نظام شو نسوي؟ نستخدم عملية الديفايد، القسمة، نقسم على شقد؟ نقسم على البيز مال النظام اللي نريد نحوله. فإحنا مثلا إذا نريد نحول من ديسيمال إلى باينري، الباينري البيز مالته 2، بالتالي فراح نقسم باستمرار على الرقم 2 إلى أن نوصل إلى الصفر. فمثلا إذا يقول لي حول ال 36 بالنظام العشري إلى إيش قد يكافئها بالباينري؟ شو أسوي؟ أبدي بال 36 أقسمها على 2 يطلع لي 18. زين أكو ناتج قسمة، أكو بي يعني شو اسمه زيادة، أكو متبقي، ما عندي متبقي صفر. ال 18 أقسمها على 2 9 والباقي صفر. ال 9 أقسمها على 2 يطلع 4، 4 في 2 8 يعني إيش قد باقي عندي؟ 1. أجي الأربعة أخذها مرة ثانية، أربعة تقسيم 2 2، أجي أخذ الاثنين أقسمها على 2 يطلع 1 والباقي صفر. الواحد هم ماتين أخذها أقسمها على 2 النتيجة صفر لأن ما تقبل القسمة، بس إيش قد عندي باقي؟ 1. زين هسه أنا أريد أختار اللي كافئ بالباينري، منين أجي؟ أجي منها النهاية، هذا أعتبره most significant bit، والmost significant bit قلنا هو أقصى رقم على اليسار، فهذا راح يصير أقصى رقم على اليسار يصير 1، هذا صفر وهذا صفر. فراح نبدي من هنا نقول هذا الواحد نجيبه هنا، وهاي الصفر خليه هنا، وهاي الصفر هنا، وهذا الواحد والصفر، واخيرا هذا الصفر. فصار عندي هنا، صار عندي الرقم الجديد بال باينري. هذا الرقم الجديد اللي كافئ 36 بالديسيمال هو 10100100 بالنظام الثنائي. اذا اريد احول ذاك طبعا راح نقدر نفس الاسلوب، اذا اريد نحول من ديسيمال الى اوكتال نقسم بصوره متكرره على 8، من ديسيمال الى هكسا نقسم بصوره متكرره على 16 الى ان نوصل للصفر، نفس الاسلوب السابق. زين هسه اذا عندي باينري اريد احول الى اوكتال، خلينا ناخذ مثال، عندي هذا الرقم اريد احوله الى اوكتال، هذا رقم باينري. فالاوكتال الارقام مالتها اللي كافئ الباينري هي الارقام من 0 الى 7، يعني احتاج 3 بتات بالباينري. فراح اجي اعزل من جهه اليمين، اعزل كل 3 بت على حده، هاي 3 بت على حده، وراها 3 بت على حده، وراها 3 بت على حده، واجي عزلتهم هنا، اجي اول 3 بت شي كافئهم 7، ثاني 2، ثالث 4. فاقول اذا الرقم اللي كافئ هذا الرقم بالاوكتال هو 427. مرات ايش عندنا؟ مرات مثل هذا المثال الثاني، من اجي اعزل 3 وثاني 3 وثالث يعني المجموعه الثالثه القي بيها بس 2 بت مو 3 بت. فايش اسوي اني؟ اضيف صفر على جهة اليسار مثل ما نشوف هنا، عندنا أول ثلاثة أرقام هي 6، ثاني ثلاثة أرقام هي 5، وهذه الثالثة هو 10، أخلي صفر هنا حتى أكملها الثلاثة أرقام، فشي يصير عندي 010 اللي هي الرقم 2. باينري إلى هكسا، الباينري إلى أكتر، الأكتر يعبر عنه بثلاثة بت بالباينري، أما الهكسا ما يكفي ثلاثة بت لأن بي 16 حالة، فلازم اختار 4 بتات اذا احول من الباينري للهكسا ديسيمال. فعندنا هذا المثال
تشوفون هذا باينري ارد احوله الى هكسا ديسيمال، اجيب نفس الاسلوب من اقصى اليمين اختار كل اربعه على حده، اول اربعه ثاني اربعه ثالث اربعه والمجموعه الرابعه، وبعدين اجي لكل مجموعه اشوف شنو اللي يكافئها بالهكسا. هاي 0 0 0 0 هي يكافئها، 0 0 1 1 1 هي رقم 7، 1 1 0 E و 1 0 0 1 هي 9 بحسب الجدول السابق اللي شفناه، وبالتالي حولنا من باينري الى هكسا. اخذنا مثال ثاني هنا بس حتى نشوف اذا عندي متبقي بالنهايه مثل الحاله مال الاوكتا، فنجي نختار كل اربعه على حده، وشفنا هنا اذا اخترنا اربعه على حده يبقى بالاخير عندنا بس رقم واحد، فاني اذا هذه اول اربعه ثاني اربعه ثالث اربعه، وهنا بقرا واحد اكمله اني من يمي 0 0 0 اخليها ثلاث اصفار على جهه اليسار ما راح تغير من قيمته، وبالتالي اوجد مكافئ كل واحد من عندهم واعتبره هو هذا الرقم اللي كافئ. زين هسه اذا عندي من هكسا اريد احولها الى باينري، من هكسا الى باينري ولنفرض هذا الرقم سهل كلش، هنا أنا هذا الرقم 39C8 هذا 16 البيز مالته يعني هكسا، اريد احوله الى باينري اجي اكتبهم من اليمين 8C9 3، الثمانيه شنو اللي كافئها؟ السي شنو اللي كافئها؟ 9 و3 وادمجهم كلهم، فراح يصير عندي هذا الرقم اللي هو اللي يعبر عن الباينري ايكوفالنت للهكسا نمبر. زين اذا اوكتال اريد احول الباينري نفس الطريقة مال الهكسا، يعني همين اجي اكتب الارقام من اليمين لليسار وكل واحد اعبر عنه ب 3 بت باينري مو 4 بت 3 بت. زين اذا هكسا الى اوكتال، هنا هكسا الى اوكتال لازم اضرب الباينري، يعني احول الهكسا الى باينري وبعدين من الباينري احوله الى اوكتال، من احول من الباينري للاوكتال انتبه انه اختار اول ثلاثة ثاني ثلاثة ثالث ثلاثة الى اخره. اما اذا اريد احول من ديسيمال الى الهكسا احول ديسيمال الى باينري وبعدين الباينري احوله الى هكسا. عندنا ايضا احنا اخذنا اذا كان الرقم انتجر يعني ما بيه كسور، زين اذا الرقم بيه كسر الكسر شلون اتعامل وياه؟ نفس ما اتعامل مع الانتجر بارت، لانه احنا كل رقم لاحظ هذا الرقم، هذا الرقم ممكن نقسمه لجزئين، اللي قبل الدوت هذا نسميه الانتجر بارت، واللي بعد الدوت هذا الفراكشنال بارت اللي هو الكسور. زين فانا هنا اتعامل بكل واحد على حده، الجزء اللي هو الانتجر احنا اخذنا شلون نتعامل وياه، زين الكسور شلون نتعامل وياها؟ بالضبط بعكس اللي تعاملنا وياه بالانتجر بارت، يعني اذا انا اريد احول من باينري هذا البيز مالته 2 الى ديسيمال، اريد احوله الى ديسيمال، فانا كنت اضرب ذول الارقام اجي على الواحد اضربه في 2 اس 0، هذا في 2 اس 1، هذا في 2 اس 2. اللي من هنا ابدي من الصفر ما اضرب في 2 اس 0، اضرب في 2 اس ناقص 1، يعني هناك تضرب في زائد 1، هنا الاس تغير صار ناقص 1. فراح يصير عندي 2 اس ناقص 1 في 2 اس ناقص 2 والواحد في 2 اس ناقص 3 مثل ما تشوفون هنا. اطلع كل واحد هنا طبعا ال 2 اس ناقص 3 يعني 1 على 2 اس 3 1 على 8 2 طبعا الارقام الصفر اول صفرين مضروبين باي كميه هم صفر، فراح ينتون ما كتبناهم هنا، بالتالي تطلع 5.125 هو القيمه المكافئه. وهنا بس تلاحظ انه 2 اس ناقص 1 هي يعني 1 على 2 اس 1 اللي هي 0.5 1 على 2، 2 اس ناقص 2 هي 1 على 2 اس 2 1 على 4 يعني 0.25 ربع، و 2 اس ناقص 3 هي 1 على 2 اس 3 يعني 1 على 8 ليساوي 0.125 and so on حتى تحفظهم. زين هسه اذا اريد اوجد المكافئ مال اوكتال، اذا عندي اوكتال وبي كسور شلون احوله الى ديسيمال؟ بنفس الاسلوب اللي على يسار الدوت احنا كنا نضربهم في 8 اس 0 8 اس 1 8 اس 2، اللي يسار اللي يمين الدوت اللي هم الكسور اجي اضربهم في ناقص الاس اقل بناقص، فيصير 8 اس ناقص 1 8 اس ناقص 2 8 اس ناقص 3 وتطلع النتيجه. اما اذا عندي هكسا بنفس الاسلوب
اللي 13 اللي هو يسار الدوت اضربها في 16 الصفر في 16 اس 1، اما يمين الدوت اللي عندي هنا الاي اضربها في 16 اس ناقص 1، 6 اضربها في 16 اس ناقص 2 واطلع ما يكافئهم واحسب النتيجة النهائية. زين هسه هنا اذا عندنا فراكشن وارد حوله من ديسيمال الى باينري، احنا نعرف شلون نحول من ديسيمال الى باينري، قلنا نقسم على 2 باستمرار، هذا شنو هذا الرقم اللي هو الانتجر. زين الكسر شلون احوله الى باينري اكوفالنت؟ الكسر بالضبط قلنا عكس الانتجر، الانتجر كنا نضربه في 2 نقسمه على 2، هنا ايش راح نسوي؟ نضربه في 2، يعني اذا عندي فراكشن 0.8 بالديسيمال وارد احوله الى باينري ايش اسوي؟ اجيب هال 0.8 اضربها في 2 اشوف ايش قد بقى عندي، اذا زاد الرقم عن 1 اخذ الواحد وبقي الكسر واعيد ضربه مره ثانيه بالخطوه اللي وراها في 2 and so on. يعني 0.8 ضربتها في 2 طلعوا 0.6، هذا صار اكثر من واحد، اجيب الواحد وين اخليه؟ هنا شو بقى عندي؟ يبقى عندي 0.6، اجيب ال 0.6 وين اخليه؟ اجيبه مره ثانيه لهنا اعيد ضربه في بوينت في 2 يصير 1.2، هم عندي صار الرقم اكبر من واحد، فهذا الواحد شو اسوي له؟ اجيبه هنا اخليه على جهه، يبقى عندي 0.2 في 0.4 في بوينت في 2 طلع 0.4، ما صار عندي رقم اكثر من واحد، ارجع اعيده، فاذا هنا صفر اقول الباقي صفر، ال 0.4 اضربها في 2 طلع 0.8، ايضا ما عندي واحد اخلي صفر، ال0.8 اضربها في 2 صارت 1.6، فهسه صار عندي شنو؟ 1، تكررت تقريبا، رجع الرقم 1.6، فاكتفي لهنا، انا اذا اكتفي باربع يعني بتات بعد الفارزه يعني كلش كافي، فاذا ايش اقول؟ اذا اقول الرقم هذا الواحد، الواحد اخليه هنا، والواحد الثاني بصفه، وصفر والصفر الاخر يكون بالنهاية، فصار الـ 0.8 بالنظام الديسيمال يكافئ لي 0.1100 بالنظام الثنائي. هاي مثال إذا أكو أيضا أنظمة أخرى، يعني مو شرط الأنظمة اللي أخذناها الأربعة، ممكن عندنا أنظمة أي نظام، مثلا نظام خماسي 104.3 بالنظام الخماسي شلون أحولها إلى ديسيمال؟ نفس الأفكار السابقة، بس مكان ما نضرب ب 8 اس 1 و 8 اس 2 او 16 اس 1 نضرب بالبيز مال النظام، يعني نضرب الواحد في 5 اس 2 والثلاثة في 5 اس 1 والأربعة في 5 اس 0 ونحوله إلى نظام عشري، ونريد نحول بالعكس أيضا نقسم على البيز مثل ما كنا نقسم على 2 على 16 على 8، وإذا كان عندنا كسر زين عفوا اذا نحول هنا كمثال، خلينا ناخذ مثال نحول من نظام عشري الى بيز 5، فالمية نقسم قلنا على البيز الجديد على 5، 100 تقسيم 5 20 ماكو باقي عندنا، وال20 على 5 4 بدون باقي، وال4 على 5 0 والباقي 4، فاذا اللي كافئ ال100 بنظام الخماسي خلينا نسميه هو 400 لل وشكرا جزيلا لكم.